اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في برنامجكم الاسبوعي لماذا. مبسوطين انكم قدرتوا تشاركونا النهارده. اهلا بك يا ايهاب. اهلا بك يا ياسمين. النهارده نحب اولا نفكركم ان احنا ابتدينا سلسله عن الاسفار القانونيه، وعايزين نفتش الكتب مع بعض علشان نعرف انجيلنا ده فيه ايه ونعرف نعيشه ازاي. طبعا وفي حاجه مهمه، لما بندرس الانجيل في نوعين من الدراسه، في دراسة اسمها دراسة عرضية وفي دراسة طولية. الدراسة العرضية مثلا عايز اتكلم عن الصلاة، بجيب الاجزاء اللي اتكتبت عن الصلاة في كل الكتاب واقدر اعمله موضوع عن الصلاة. الدراسة الطولية بقى زي ما احنا هنعمل في سفر باروخ ان شاء الله، بناخد اصحاح اصحاح واية اية ونشوف الروح عايز يقول لنا ايه ونتعلم ايه من كلمة ربنا. طيب يعني احنا ابتدينا بدراسة طولية في سفر باروخ اللي احنا ابتديناه الاسبوع اللي فات وان شاء الله هنكمله النهاردة. بس ايه رأيك يا ايهاب نبتدي بالمسابقة بقى دلوقتي علشان ندي وقت للناس تدور يدوروا معانا. طيب مسابقة النهاردة بتقول اذكر معنى كل من الاسماء التالية: توبيا، يهودات، باروخ، دانيال، وسليمان. اذكر معنى كل من الاسماء التالية وهتشوفوها معنا على الشاشة دلوقتي: توبيا، يهودات، باروخ، دانيال، سليمان. فلو عرفتوا الحل تكلمونا على طول وتكسبوا، وهنفكركم برضو تكسبوا معانا لو بتتكلموا من سيدني بتكسبوا الكتاب المقدس بال الشواهد. عادي جديد وقديم. ولو بتتكلموا من مصر بيجيلكوا كارت شحن لمصر. دلوقتي بقى نبتدي الأول قبل ما نبتدي في باروخ. احنا الفترة اللي فاتت دي، الشهر اللي فات ده، مليء يعني الأشخاص المحبوبين جدا لقلوبنا زي البابا شنودة والبابا كرولس اللي اتكلمت عنهم المرة اللي فاتت. صح. وكنيستنا فعلا كنيسة ولادة، في نماذج جميلة جدا احنا ما نقدرش ننساها، وحتى لو مر عليها الزمن وبعدوا عننا هنا من العالم ده بس بتفضل في قلوبنا وبتكبر في قلوبنا، فاحنا مش عايزين ننساهم. لا طبعا، فعايزينك تفكرنا بيهم. فالنهارده احنا معانا بنحتفل بنياحة ابونا بشوي كامل يوم 21/3 اللي هو بكرة، وكمان بنحتفل بعيد نياحة ابونا ميخائيل ابراهيم اللي هو يوم 26/3 ان شاء الله بعد كام يوم كمان. وابونا ميخائيل زي ما احنا عارفين ان هو اب اعتراف البابا شنودة. صح. فممكن تكلمنا شوية عن ابونا ميخائيل وعن ابونا بشوي كامل. اوكي، نبتدي بابونا بشوي كامل. ابونا بشوي كامل الاكترية من الجيل بتاعنا يمكن معاش خدمته، لكن قرينا وعرفنا الاسلوب بتاعه في الخدمة. هو مهم جدا ان احنا نعرف الاباء اللي هم أثروا في الكنيسة والأباء اللي عملوا لنا خط عريض نمشي عليه، اللي هو الكتاب بيقول امشوا على أثار الغنم. يعني إيه؟ نشوف الأباء اللي قبل كده عملوا إيه ونمشي وراهم عشان نوصل. الأباء دي وصلت، طب عملوا إيه عشان نوصل زيهم؟ أبونا بشوي كامل نتعلم منه الخدمة. كان أب بيشتغل على العمل الفردي، كان الفرد مهم جدا عنده. يعني مرة من البرابرات جم وقالوا لي: يا ابونا الحق، في بنت تركت المسيحية واخدينها عشان تغير. خدوها في العربية، ابونا اتشعبط على العربية اللي واخدين فيها البنت وكان بيتجرجر في الشوارع لحد ما الناس اللي سايق العربية وقفوا. ابتدى الناس كلها تبص، ابتدت ايه اللي بيحصل. كان بيهتم بكل خروف عنده في الرعية. مرة من المرات قصة من القصص برضو في الخدمة وهو بيخدم، كان ايام المنجيب في مصر والحاجات دي، فواحده جت الكنيسه كانت متحرره شويه، كانت مدارس فرنساوي وانجليزي وكده، وكان في بدايه السبعينات ما كانش اللي بيحصل دلوقتي يعني في مصر، فكان في تحرر يعني شويه. فكرنيش ايه، انا كل ما اشوف الصور دي واشوف صور الصور بتاعت حاليا بيبص مصر عسى الله ايه، يعني بقت مصر كلها خيم، لابسين خيم ماشيين بيها في الشارع. فحصل ايه؟ واحدة جت في الكنيسة لابسة كات وحاطة ميك اب ولابسة ميني جيب، فابتدوا الناس كلها بيبصوا لها بطريقة يعني مش ظريفة. فأنا كنت معتقد إن الست دي يعني كانت تخرج بره الكنيسة، مستحيل تيجي تاني. بيبصوا للمظهر. أبونا بشوي كان بيبص للقلب. أبونا بشوي ذكي جدا، وهو بيدي لقمة الأولوجية بيسلم على الناس في الآخر، فقال لها: أنتوا ساكنين فين؟ فقالت له: كذا كذا. ما استناش، في نفس اليوم راح لها البيت وقال لها: ده بيت أبوكي، وتيجي اي وقت وما يهمكيش اي حد، وتيجي زي ما انت عايز. البنت دي ابونا بيقول بعد كده كانت بتساعده في الخدمه
بتاعت الناس اللي هم هيغيروا الدين، فكانوا بيروحوا عندهم وكان عمالين هم بيروحوا عندهم، كانت هي بترجعهم قبل ما يغيروا دينهم وكده، وكانت بتساعد أبونا بشوي كتير جدا في الخدمة. قصة تانية برضو عند أبونا بشوي كامل، جم مرة من المرات بيقولوا له يا أبونا في واحدة هتغير، كانت مشهورة أول حكاية دي في البداية في اسكندرية. أبونا عمل إيه؟ خد الشنطة بتاعته، شنطة سفر، وخدها وراح بيها البنت وقعد في البيت عنده. مامتها بتقول له يا أبونا يعني أنت أبونا جاي بشنطة صغيرة يصلي لهم ولا حاجة؟ لا جايب شنطة. أنت هتقعد يا أبونا عندنا؟ قال لها آه. طب هتقعد قد إيه يا أبونا؟ قال لها ربنا يسهل مش عارف. كان بيعمل إيه؟ يصلي للبنت ويفتح لها الباب وهي خارجة، يقول لها المسيح معاكي، ويصلي للبنت يفتح لها الباب لما تيجي يقول لها المسيح معاكي. شافت الأبوة والحنان بتاعت أبونا وقالت أنا مستحيل أسيب أب كاهن أو كنيسة فيها أبوة وحنان زي دي. فكان بيشتغل على الفرد. مرة من المرات كاهن جاي من الصعيد عنده فرح في اسكندرية، فقال لازم أزور أبونا بشوي، راجل البركة ده اللي بنسمع عنه وكلنا بنصلي وراه. راح لأبونا بشوي وعمال أبونا قال له أنت جاي؟ لا لازم تتغدى معي. فقال له أبونا هتزور؟ قال له لازم تتغدى معي. عمال ابونا بيحكي مع الكاهن ده، وفي واحده دخلت عليه برضه بكات وميني جيب وحاجات كده، وبعد كده عامله ميك اب، وبعد كده ابونا بشوي بيعرفها للكاهن اللي هو بتاع السادي ده، وقال له دي فلانه دي خادمه معانا. فابونا بس كده شكلها وقال خادمه معاه، وده ابونا بشوي اللي بنصلي وراه. سكت ما اتكلمش، خلص الاكل راح عمل الفرح اللي كان جاي مدعو ليه ورجع. بعد سنة برضو أبونا ده يدعوه في فرح تاني، فبيجي برضو قال أسلم على أبونا بشوي. أبونا بشوي مسك فيه برضو قال له لازم تتغدى معايا. فقال له حاضر يا أبونا. بيتغدى معاه، فالست جت تسأل أبونا على حاجة. فالست لما جت تسأل أبونا على حاجة، فالكاهن بتاع الصعيد افتكر الصوت، بس لقى الست عبارة عن إيه بقى؟ لابسة بقى كم طويل، لابسة إشارب، الميك اب مفيش ميك اب، الميني جيب بقى طويل. فبعد ما مشيت قال له يا ابونا مش دي بتاعت السنه اللي فاتت؟ قال له اه. قال له هقول لك حاجه يا ابونا اعتراف، انا السنه اللي فاتت ادنتك بعد ما نزلت، ازاي يا ابونا واحده بتلبس كده نخليها خادمه؟ فانا استغربت. فابونا قال له دي جايه من مدارس فرنساوي وانجليزي وسمعت وعظها وقالت يا ابونا انا عايز اخدم، ما اقدرش احطها في مدارس احد يا ابونا. فعملت ايه؟ كنت بخليها تترجم، وكل ما تترجم في الكتاب المقدس تلاقي ان الكتاب المقدس ابتدى غير فيها. قديس بولس بيقول النساء تغطي شعرها، تيجي تقول له يا ابونا طب وانا سايب شعر، يقول لها اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، اللي ربنا يتكلم جواكي اعمليه. لقيتها حبه حبه، النص الكت بقى نص كم، وبعد كده بقى كم، الميك اب ما عادش فيه ميك اب، الاشار بتلبس وعمل. انت يا ابونا تجيب الانسان للمسيح والمسيح هو اللي هيغير. لكن لو من اول مره انا قلت لها لا ما ينفعش لازم تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا، كانت مشيت يا ابونا وخسر. فكان في حاجه كويسه حلوه، احنا كخدام نتعلم من كل واحد حاجه مهمه. بابا شنودة اتعلمنا منه التعليم والوعظ، البابا كرولوس اتعلمنا منه العلاقه مع الله والصلاه والشفافيه، ابونا بشوي كامل نتعلم منه ازاي كل فرد في الكنيسه مهم عند ربنا. ودي حاجه مهمه قوي يا هاب، لان احنا في بنشوف مثلا في كنائس كبيره قوي في مصر، وانا بصراحه لما بدخل هناك بحس اتلايك طب ابونا ازاي يعرف كل الناس الموجوده ويعرف اساميهم ويعرف ايه القصص بتاعتهم وايه اللي مضايقهم وايه اللي بيصلوا له وايه اللي بيطلبوه. ف مهم قوي ان هو زي جداً. ابونا ما بيعمل كده يعرف شخصيه كل واحد وازاي يعرف يتكلم معاه ويتعامل معاه في حدود الشخصيه دي، وكان بيوصل للنفس يعني. ابونا كان عامل زي المغناطيس. ايوه كان اللي يتقابل مع ابونا بشوي كان ما ينساهوش، ودي حلوه جدا في يعرف طبعاً. ازاي ينقي حاجه كويسه في الانسان ويشجعه، زي ما المسيح عمل مع السامره الاسبوع اللي فات. لكن انت لو ابتديت مع واحد ابتديت تقول له بوزيتيف او تقول له حاجه نيجاتيف في حياته خلاص النيجاتيف هيمشي، لكن انت ابتدي معاه. انا شايف ان الترجمه بتاعتك حلوه جدا، انت بتترجمي فرنساوي وانجليزي، هخليك الترجمه. وهو ده كان بالظبط بس الطريق اللي هو عارف وده النجاح بتاعه، وعشان لحد دلوقتي بنحتفل بيه. ابونا بشوي كامل اثر في الكنيسه. نتعلم منه ايه كخدام؟ خدمه الفرد. ابونا مخيل ابراهيم بقى كان قصه تانية خالص. كان اشهر اب اعتراف
في الوقت ده كان ابونا مينا متوحد وابونا مخيل، وكان في واحد كاهن تاني اسمه اوكلاديوس، ابونا اوكلاديوس حته زي جزيره بدران. ابونا مخيل ابراهيم من شهرته في اب اعتراف البابا شنوده اختاره، وكان اب اعتراف البابا شنوده، ونلاقيه ان هو الكاهن الوحيد يمكن ان البابا شنوده خلى ان هو يدفن في الكاتدرائيه الامبرويس، وقال لهم ابونا مخيل، قال للعيله بتاعته كانوا عايزين يدفنوه في مدافن العيله، قال لهم ابونا مخيل مش ابوكوا انتوا بس، ده ابونا كلنا، ودفنوا في الكاتدرائيه عشان الناس تاخد بركته. والبابا شنوده يكتب له كتاب مخصوص لابونا مخيل ابراهيم. كان عنده برضو ابونا مخيل ابراهيم عنده شفافيه وعنده روحانيه وعلاقه الصلاه، كان بيقول القول بتاعه المشهور قوي، هصلي مهما حصل، جاي من ابونا مخيل ابراهيم. يعني اللي يسال مين اللي قاله؟ ابونا مخيل ابراهيم. مره من المرات رايح نازل من الترماي، دي صورته دلوقتي على الشاشه معانا، نازل من الترماي، وبعد كده بيعدي الشارع، قبل ما يعدي الشارع كان بيصلي للكمساري وبصلي للناس اللي في الترماي، وناس معدي واحد بتاع عصير قصب بيقول له ابونا صلي لنا ابونا، دخل المحل صلى لبتاع العصير وصلى للقصب وصلى للناس حتى اللي بتشرب، ما بيصدق اي حاجه، يفضل يصلي يصلي لكل الناس. مره اتجرب تجربه صعبه قوي، ابنه الكبير اللي هو اسمه كان اسمه ابراهيم، كان خد غازات سامه وهو في الحرب، وبعد كده مات يمكن قبل ما يشوف ابنه، يعني كانت مراته حامل وهو مات. وبعد كده الجار بتاعه كان الفرح بتاعه، فخبط على ابونا وقال لي ابونا النهارده الفرح، انا ما اقدرش اغير الميعاد، سامحني يا ابونا حليم. كان راجل حكيم جدا، قال له ابني فرحه في السماء النهارده وانت فرح في الارض. وبعد ما خد العزاء كل حاجه راح وبارك للولد ده في الفرح بتاعه. من الحاجات اللي صعبه قوي، يعني من الحاجات اللي فعلا الناس اللي هي قلبها في السماء وقلبها مع ربنا بس اللي تقدر تعملها، زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات اللي هو العائلات بتاعه الشهداء بتوع ليبيا، الناس فعلا اللي قلبها دول مع ربنا هم اللي يقدروا ينزلوا يعملوا حاجه. عارفين ان الارض دي عباره عن مرحله، سكه او محطه هنقفها وهتزول، فهيحصل دلوقتي او هيحصل بكره. مره من المرات لما ابتدى يكبر والذاكره بتاعته ابتدت تضعف، الناس كانوا بيامنوه جدا، فكانوا بيسيبوا عنده حجه البيت، يعني الاوراق بتاعه البيت والحاجات دي. وبعد كده جم بيقول له ابونا عايزين الاوراق، هنبيع البيت. فابونا مش فاكر حط الاوراق فين. فكان بيدي كل حاجه لابراهيم ابنه اللي يشيلها. فبيقول له ابراهيم يعني لو كنت موجود كان زمان لقينا الورق. لقى ابنه نزل قدامه ولابس ابيض فضفاض وواقف قدامه. قال له ايه يا ابراهيم انت لبست الثوب الابيض، ايه اللي ينزلك؟ قال له مش طلبتني؟ قال له لا ما توسخش نفسك بالحاجات العالميه دي. فقال له صرفني بقى انت كاهن، صرفني. مش كانت ناس جبارة، كانت ناس جبارة. الناس اللي فعلا واحد بيقف عندها دي اللي هي بيبقى عندها اتصال جامد جدا بين الأرض والسماء، كان هم بيتكلموا كده مع يعني عارف مع ابنه ان هو يجي ينزل، او يكلموا ربنا ربنا يجي يساعده على الأرض، وبيبقى عندهم ثقة جامدة. يعني بنتكلم على بابا كرولوس كنا لسه بنفكر فيه امبارح، وكنا بنتكلم على ان هو الناس بس بتبقى جاية تسلم عليه ويقول لها مثلا ما تخافيش انت هتبقي حامل، او الامتحان اللي جاي ده انت هتنجح فيه، وما كانش حد اصلا قال له لسه حاجه، يعني بيبقى عارف قبل ما يجي له. ما هو كانوا بيسالوا البابا انت بتعرف كل ده ازاي؟ يقول له روح اقفل الاوضه على نفسك، يعني اقف وصلي وربنا هيديك الشفافيه والمواد. وعلى فكره الباب الاغلق وحاجي. وعلى فكره يعني كل واحد ربنا بيديله موهبه من الاباء اللي بنتكلم، يعني البابا شنو ربنا كان مديله موهبه الوعظ دي زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات، الكتابه والوعظ. ما فيش في بيت ما كانش عنده سي دي او كاسيت للبابا شنودة. البابا كرولوس كان ربنا مديله الموهبه بتاعت الصلاه وعمل معجزات. ابونا بشوي كامل لسه بنقول ابونا مخيل ابراهيم، ما سمعنالوش وعظه، ما سمعنالوش قداس زي الاباء المشهورين، لكن حياته نفسها كانت عظه. مره من المرات دخل الكنيسه لقى ولد صغير عنده 19 سنين بيعيط، جاي يلبس شماس ما لقاش التونية بتاعته او حصل حاجة، قلع التونية بتاعته وابتدى يديها للولد. كل الناس عايزة تقلع تونيتها تقلع. علمهم درس ان ده مهم جدا. الولد الصغير اللي بيعيط ده مهم جدا. مرة من المرات ابونا ميخائيل ابراهيم بيصلي، كان بيصلي كان في ملايكة بتيجي حوالين المذبح والقديسين بتنزل وهو في المجمع، فولد من الشمس ابونا انتهره عمال بيتحرك، الملاك عايز يقف على المسبح والولد بيتحرك فالملاك مش عارف يقف، فزعق فيه في القداس بيبص لقى كله اختفى.
فبيبصوا لا ابونا مخيل ابراهيم بعد القداس، ابونا مخيل ابراهيم العملاق في الروحيات بيعمل مطانية للولد الصغير ده. فالاب الكاهن اللي معاه قال له ايه يا ابونا في ايه ما تقول لي؟ قال له ما فيش حاجه يا ابونا. قال له لازم تقول لي. قال له هقول لك بس اوعى تقول حاجه لما سافر يعني بعد ما انتقل. قال له عملت كذا، اول ما زعلت من الولد الملاك مشي. كان راجل مره لقوه كان في فرح والقاعه وسخه، بعد الفرح كان كبير جدا في السن وبيمشي بالعافيه، لقوه جايب المقشه وعمال بيكنس بيت ربنا. يا ابونا ازاي يقول لهم حد يطول ينضف بيت ربنا. دي الناس العمالقه في الكنيسه اللي مستحيل الاعياد بتاعتهم تعدي وما نعرفش ولادنا بيهم. يعني انا مش عايز يعني مثلا الجيل بتاعنا ينتهي والناس، ما الجيل اللي طالع ما اعرفش مين دول. لا صعب مهم جدا. عملنا الفيديو عملنا فيديو لابونا بشوي، اتعمل فيديو لابونا مخيل، واتعمل فيديو للبابا شنوده، اتعمل فيديو لبابا كرولوس. مهم جدا نفرج الاولاد الحاجات دي، مهم جدا طبعا. الجيل اللي طالع يعرفوه كويس الحاجات دي. حبيب جرجس مره نتكلم عنه، ده الراجل يعني عملاق في الكنيسه، كون الكنيسه اعترف يس عملته قديس. البابا كرولوس الحمد لله اعترفوا بيه قديس، وابتدوا يعملوا كنائس على اسمه، وابتدوا يعملوا كهنه على اسمه، فحاجه كويسه جدا. فمش عايزين ننسى التاريخ بتاعنا، التراث بتاعنا. احنا كنيسه ام ولود بتولد قديسين كل مره. بمناسبة كنيسة أم ولود، إحنا عيد الأم بكرة. كل سنة وانتم طيبين للأمهات كلها. وعيد الأم ده بنحس إن هو فعلا يوم برضو العائلات كلها والناس كلها بتحبه قوي. وبما إنك إيهاب دايما كان عندك حكاية لكل حاجة، أنا متأكدة لو قلت لك قول لنا حكاية على عيد الأم أو الأم يبقى عندك حكاية تقولها لنا. هو طبعا الواحد كل واحد يعني أم وعايشة يقول لها كل سنه وانت طيبه، وانا بقول لمامتي كل سنه وانت طيبه. طبعا الام بتخدم يعني مش عايز اقول يعني بغير حدود طبعا، وبتتعب جدا مع الاولاد. يعني اذا كنا احنا شفنا اهالينا عملوا معانا ايه طبعا، وخاصه الامهات. كان عندي كلمه برضو في عيد الام هنا في استراليا، قلت لهم الامهات دول شهيدات بدون سفك تام. عشان تربي ولد في مخافه ربنا دلوقتي وفي الكنيسه بقى صعب جدا طبعا، خاصه في الميديا والانفتاح اللي موجود ده. كل حاجه. كان في مره من المرات ولد ابوه متوفي، فكانت امه اللي بتاخد بالها منه. فبس الام كانت في حادثه معينه، كانت عينها كانت بعين واحده، فخدت الولد المدرسه ومشيه المدرسه. اول يوم بقى عماله تعيط عشان الولد هيبعد عنها وبتاع. فلما راحت مع المدرسه ابتدت العيال تتريق على الولد عشان مامته ليها عين واحده. فالولد ابتدى يزعق فيها، يقول لها يا ماما ما تجيش تاني، اتحركت بتاع كذا. كان بتوديه بعيد كده وتمشي الست. يجي بعد كده كبر الواد، تيجي اصحابه تذاكر معاه، بطل يجيبهم عشان بيشوفوا امه كده. الواد مكسوف من امه ومكسوف من امه، لدرجه ان الولد في الجامعه اضطر انه يسافر بلد تانية بعيده ويذاكر هناك عشان تبقى ما يتقابلش، ما حدش من اصحابه يعرف امه اي حاجه. وتمر الوقت الام يوحشها الولد، تعرف ان الواد اتجوز حتى من غير ما يقول لها. كانت عباره انها بتدفع له مصاريف الجامعه، اول ما اشتغل وكل حاجه ابتدى الولد يشتغل، ابتدى يتجوز حتى ما شافتش. حصل بعد كده الولد خلف، فعرفت من بعض الناس، فقالت لازم ازور اشوف احفادي بقى. راحت له مسكها على الباب وبخها، لا انت جاي تكسفيني تاني، مش كفايه طول حياتي. الست ركبت القطر اللي بعده وروحت. وبعد كده ابتدت ولاد الراجل ده تكبر، ابتدى يحس الاب والام بيعملوا ايه، ففكر يرجع يشوف ام. رجع يشوف ام، لقى ام انتقلت وسايبه له جواب كده بتقول له بص انا عايز اقول لك، سال على المكان لقوها عزلت كمان في مكان اصغر، عشان كانت كل الفلوس كانت بتدفعها له ايام التعليم كانت بتبيع حاجات وبتبيع عفشها، واتنقلت لمكان اصغر عشان توفى. لقيت سابت له جواب، قالت له انا عايز اقول لك حاجه، قصه ما قلتها لكش، وانت صغير زمان انت كنت بتلعب وحصلت لك حادثه عينك، حصل لها حادثه، فكان لازم حد يتبرع لك بعين. العين دي انا اتبرعت لك بيها، بس ما رضيتش اقول لك عشان ما تاثرش فيك طول عمرك، بس عايز اقول لك حاجه، انا بحبك وبحب اولادك، وكان نفسي اخر حاجه اشوفها قبل ما اموت اغمض عيني على عليك انت. فمهما الاهالي بتعمل معانا ما بندهاش اللي يوافق اللي عملوه معانا او ندفع باك اي حاجه، بس كفايه ان احنا اهالينا، كفايه ان احنا نحترمهم
وكفايه ان احنا نبقى فخورين ان اهالينا ربتنا طلعنا كده. وانا متاكد بيربوا اولادنا يعني. وبالمناسبه بقول لك يا ماما ثانك يو، واحب اقول لك كل سنه وانت طيبه يا ماما لبكره. ونقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين. وعلى فكره اللي عنده والدته توفت يقول خلاص بقى انا مش هقول كل سنه وانتم طيبين، لا يروح يذكرها على المذبح. ما هو احنا كنيسه منتصره اللي في السماء، واحنا الكنيسه المجاهده. فعشان مامتي توفت او بابا توفى انا انساهم؟ لا. تروح في عيد الام او عيد الاب تذكرهم على المذبح. في عيد نياحتهم تذكرهم على المذبح، تفتكرهم، تولع شمع على اسمهم. الحاجات دي مهمه جدا. احنا في علاقه، مش ماتوا يعني خلاص، هم انتقلوا بس. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاباء اللي فعلا بنحبهم، وميرسي ايهاب ان انت بتفكرنا بيهم دايما، لان احنا مش عايزين ننسى تراث كنيستنا، ومش عايزين نحس ان هم يعني احنا لحد دلوقتي ما مش حاسين تراث قوي لان هم لسه منتقلين قريب. بس بعد شويه لو احنا ما افتكرناهمش هيتنسي، سيرتهم هتتنسي. احنا مش عايزينهم يتنسوا بصراحه، لان كانوا اباء جمال جدا. وبتفكرنا برضو بالايه اللي بتقول لنا انظروا لنهايه سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. وإحنا فعلا عايزين نتمثل بإيمانهم. يعني زي ما بتقول بيبقى فيه الأب الكاهن اللي هو بيبقى واخد باله من كل حد في الكنيسة جاي، وبيعرف يتعامل معاهم هو شخصيا على شخصيتهم هو، أو أب صلاة، أو أب زي البابا شنودة كان اتعلمنا منه كتير جدا. طبعا ما شفناش حد زيه بصراحة. لا. فبنشكرك أنك بتفكرنا. طيب إحنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الأسفار القانونية الثانية. احنا بنكمل من المره اللي فاتت، هنكمل سفر باروخ، بس لو سمحت فكرنا تاني، ادينا مقدمه علشان احتمال، يعني مش هنقول لو حد مش متابع معانا لان احنا متاكدين كله متابع معانا، بس لو نسيوا حاجه تفكرهم. واحنا برضو اقول بسرعه اللي احنا قلناه على سفر باروخ الاسبوع اللي فات. اول حاجه قلت ان ما اسموش سفر باروخ، اكثريه الاباء بيقولوا هو الوحيد نبوءه باروخ عشان اتذكرت فيه اربع نبوات. تاني حاجه قلنا معنى الاسم، بس طبعا مش هنقدر نقول دلوقتي عشان المسابقه. قلنا اللي كاتب سفر باروخ هو باروخ نفسه. كاتب اول خمس اصحاحات، والاصحاح السادس ارميا هو اللي كتب. قلنا الوظيفه بتاعت باروخ كان الكاتب بتاع ارميا، وهو اللي كان وتلميذ ارميا. اللغه كانت اللغه العبريه. الزمن بتاعت الكتاب قلنا اتكتب خمس سنين قبل حرق اورشليم، يعني حوالي القرن الثاني قبل الميلاد. مكانه في الكتاب المقدس قلنا كان بعد سفر ارميا على طول، وقلنا بيتقري مرتين، بنقول في لقان الغطاس وفي ليلة أبو غلامسيس. اتكتب فين؟ اتكتب في بابل، حوالي 213 آية وستة إصحاحات. تكلمنا على قانونية السفر، قلنا إن ده سفر قانوني والآباء استشهدوا بيه. وبعد كده تكلمنا على الأقسام بتاع السفر، وبعد كده قلنا تكلمنا بسرعة على سفر الإصحاح الأول بس ما خلصناش، كان نص الباراجراف. قلنا الإصحاح الأول بيتكلم على إن باروخ جمع الشعب كله وقال لهم أنا جايب لكم رسالة من أورشليم، اللي للأسف أورشليم اتحرقت بالنار وده اللي حصل. فالناس سمعت إن أورشليم بلدهم اتحرقت بالنار، وكان المعبد بالنسبة لهم والهيكل كل حاجة في حياتهم. ابتدوا عملوا إيه؟ بكوا. وقلنا البكاء هو يعبر عن الندم والاستعداد لغير الاتجاه. صاموا، ذللوا أنفسهم قدام ربنا زي أهل نينوى، صلوا اتحاد بالله. وبعد كده ابتدوا يجمعوا الفضة ويبعتوا لأهلهم عشان يبتدوا يعيدوا بناء الهيكل والناس اللي محتاجة تاكل وتعيش. وقلنا برضو آية مهمة قوي اتكلمنا عليها، ان هم في كل اللي حصل ده قالوا ايه؟ صلوا من اجل نبوخذ نصر ومن اجل ابنه، عشان ربنا يخلي حياتهم حياة كويسة وينير عيونهم، ونحن احنا نعيش تحت ملك بابل واحنا نعيش معاه كويسين. وقلنا يعني دي ما حدش يقدر يعمل كده لما يكون منقاد بالروح القدس، ان هو يفكر يصلي من اجل اعدائه. واتكلمنا على بعض القصص النبوه اللي فاتت. وبعد كده قالوا ايه في الاخر؟ وقفنا عند الايه 19. في ايه 19 بتاعت اخر حاجه في باراجراف في الاصحاح الاولاني، لو نقدر نجيبها على الشاشه، ايه 19 من باروخ الاصحاح الاولاني، قالوا ايه؟ قالوا من يوم أخرج الرب أبائنا من أرض مصر إلى هذا اليوم ما زلنا نعاصي الرب إلهنا ونعرض عن استماع صوته. يعني إحنا من ساعة ما خرجنا من أيام مصر، أرض مصر، من زمان ربنا عمال يحذرنا، وربنا عمال يدينا وصايا ويدينا تعليم، وإحنا عمالين نمشي العكس.
فلحق بنا شر واللعنة اللذان أمر الرب موسى عبده أن يوعد بهما يوم أخرج بائنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تدر لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. فلم نسمع لصوت الرب إلهنا ولا لجميع كلام الأنبياء الذين أرسلهم إلينا، ومضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير عابدين آلهة أخرى صانعين الشر أمام عيني الرب إلهنا. ولو نبص الكلام بتاع باروخ اللي بيقوله في الإصحاح ده وفي الباراجراف ده نلاقي هي حياة الإنسان. كل الناس عارفة أن في وصايا، وكل الناس عارفة الكتاب المقدس، وكل الناس عمالة تسمع التعليم وكلمة ربنا مش بعيدة عن الناس، وعارفين الصح من الغلط. بس كل واحد زي ما بيقول هنا بقى ليه إله، وربنا يقول ما تقدرش تعبد إلهين، يا الله يا المال. ده إله من الآلهة. في ناس بتعبد نفسها، في ناس بتعبد شكلها وبيقعدوا طول النهار يهتموا بشكلهم، وفي ناس بيعبدوا ولادهم ويسيبوا أي حاجة من أكل ولادهم، وفي ناس بيعبدوا مركزهم في الشغل. فبيقول إن كل واحد فينا حصل له إيه، ومضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير عابدين آلهة أخر صانعين الشر أمام عيني رب إلهنا. طيب أنت سبت وصية ربنا وبتعبد إله تاني، سبت وصية ربنا وربنا حذرك لو سبت وصيتي ارجعوا إلي أرجع عليك، وأنت مش ترجع لي أنا هرجع لك إزاي؟ لازم أنت تقول له يا رب أنا هنا، ربنا بيدور عليك، بس اعمل صوت زي الخروف الضال، اعمل أي حاجة تقول إن أنا هنا علشان ربنا يجي وينقذك. هو مين اللي دور على مين؟ الراعي اللي دور على الخروف ولا الخروف اللي دور على الراعي؟ الراعي دور على الخروف. الراعي عمال يعمل بالمزمار وماسك اللايت وماشي بالليل، اللي هو الكندل ده ماشي بالليل، لو ما سمعش حاجة ما فيش، عمال بالمزمار ويقف أنا سمع صوت، لا يكمل يدور لحد ما سمع مأت الخروف، راح وجابه وشاله على منكبيه وكان فرحان، وكان فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99. أحد الأباء الكهنة بيقول كان عندنا نادي صيفي، عمال باخد اعترافات وقاعد، لقيت 2 خدام جايبين لي ولد صغير متعور، بيقول لي يا أبونا الولد ده هو في النادي تعور، ودينا المستشفى خد غرزتين بس ما قدرش يوديه البيت. ابونا قال لهم ايه؟ قال له ابوهم ابو الولد ده راجل صعب جدا، لو شاف الولد كده هيبهدلنا، فلو سمحت يا ابونا اوصك روح، احنا مش احنا اتبهدلنا قبل كده. فالاب كان طبعا ما فيش حل، خد الولد الصغير في العربيه قال له تعالى يا حبيبي نروح لبابا. فخد الولد خبط على الباب، فابو الولد فتح وشاف الولد، فابونا بتاسف له قال له احنا اسفين ابنك تعور في الكنيسه، فقال له اتفضل يا ابونا خش. فابونا دخل فقال له ارجو ان الحادثه دي ما تمنعكش من دخولك الكنيسه. فقال له لا يا ابونا انا عايز اسالك سؤال. قال له لو عملت حاجه غلط هل ممكن ربنا يعاقبني في ابني؟ فابونا بيقول قبل ما رد بيقول له ابونا في قصه عايز احكيها لك. قال له كان ليا ابويا كبير قوي في السن، انا كنت اصغر اخواتي واخر سنتين انا اللي كنت باخد باله منه. حصل ان قبل ما ابويا توفى انا خدت كل الميراث وحولته على حسابي. بعد ما ابويا توفى اخواتي جت تسال على اي حاجه قلت لهم لا مفيش حاجه. جه الفرح بتاعي ما حضرش ولا واحد منهم غير واحد بس. والعلاقه شبه منعدمه. ربنا اداني ولدين، الولد الكبير كويس والتاني جات له ديسابيليتي. انا يا ابونا اخسر كل حاجه بس ابني يرجع يبقى كويس. ابونا قال له المشكله مش المشكله مع اخواتك ويك دلوقتي، المشكله ان انت لازم تتصالح مع ربنا. انت ظلمت ناس، ازاي انت لحد دلوقتي ما تبتش وما اعترفتش وصلحت حالك؟ أول حاجة اعترف بخطيتك، تاني حاجة اقعد مع أخواتك وراضيهم. قال له في حاجة مخوفاني يا ابونا، ابني بعد ما موت اللي هو المعوق ده مين هياخد باله منه؟ قال له أنت تعمل اللي عليك وتتصالح مع ربنا وسيب ربنا يشتغل. بيقول بعدها بأسبوعين ثلاثة قابلته في الكنيسة جاي بيقول لي يا ابونا أنا عملت إيه؟ بعد ما أنت اعترفت وقدسك اديتني نصيحة رحت جمعت كل إخواتي وطلبت منهم ان هم يسامحوني، وقلت لهم دي فلوسكم بالانترست بتاعها كمان، انا مش عايز حد يزعل مني، انا كفايه ان اللي حصل لي ده انا فاكر ده متوقع
انه يكون بسبب ان ظلمتكم. قالوا له مش عايزين اي حاجه منك، احنا كفايه ان احنا نرجع اخواتنا. بيقول كتبت شهاده استثمار وسندات باسم اولادهم للمبالغ، ما رضوش هم ياخدوا بس كتبت لاولادهم. صلحت الامور كلها، وانا دلوقتي مش خايف على ابني لما اتوفى لي اخوات كتير جدا اللي هم اولاد اخواتي هياخدوا بالهم منه. وحياته ابتدت تتغير، والشراسة والقساوة اللي كانوا الناس بيخافوا منه تغير وتصلحت أموره. فهو ده ربنا بيقول لنا أنا حذرتكم، دي الوصايا. أيوه. هتبعد عن الوصية هتتوقع إيه؟ هتحب المال أكتر مني هتتوقع إيه؟ هتحب نفسك أكتر مني؟ ربنا عشان يعرف إبراهيم بيحب ولا لا قال له قدم ابنك. ولما نجح في الاختبار كلنا نتعلم من إبراهيم. انت على فكرة حكيت لنا كذا حكاية، يعني انا فاكراهم كده عن محبة المال وعن الورث مثلا، اللي هو الاسبوع اللي فات برضو حكيت لنا الحكاية اللي هو برضو الست دي اخذت الورث كله وابنها حصل له. فالناس النظرة بتاعتهم اللي هي بتبقى بس متوقفة على الفلوس وجمع الفلوس وكده، يعني النظر بتاعها بيبعد خالص عن الحاجات المهمة في حياتهم، يعني بيبعد عن ربنا وعن علاقتهم بربنا وعن ولادهم وعن ولادهم بعديهم، وهيتعلموا ايه منهم لما هم نفسهم عملوا كده مع اخواتهم وعملوا كده مع باباهم او مامتهم. ففعلا دي حاجه مهمه، يعني نقطه مهمه انك بتكلمنا في حكايات زي دي. لان انا افتكر بابا خدني مره نصالح ناس في الاخوات، اتنين اخوات وكانوا متخاصمين على فلوس، واخ منهم مات، التاني ما مشيش في الخارجه بتاعته. تخيلي دي بتبقى صعبه قوي. تخيلي منظر الاولاد بيبصوا لابوهم ازاي، ومنظر الاولاد انت بتطلع الاولاد زي ما انت بتقولي بالظبط تعلموا ايه. ما انت مش لازم هتقول لهم اعملوا كذا كذا او ما تعملوش، بس الاب اللي بيعمله او الام اللي بتعمله بتبقى رساله مكتوبه لاولادها كده ان هم يعملوا زيها او يعملوا بالزبط. زيه بالظبط. فالواحد يخاف من كده، يعني طب انت لو مش خايف من اللي بتعمله، خايف انك تعلم ولادك يعملوا في بعضهم نفس اللي بتعمله؟ وبعد كده صدقيني يعني احنا اللي بنشوفه حوالينا ان انت بتدفع هنا وفي السماء. يعني احنا بنقول قصص واقعيه ليه؟ عشان اللي بيستمع او بيشوف لو قدامك فرصه انت عملت حاجه غلط صلحها. قدامك الفرصه النهارده دي فرصه، ايوه بكره ممكن ما تجيش الفرصه. خلاص. ناس قد ايه نفسهم في خمس دقايق ان هم يتوبوا ويعترفوا ومكانهم في الجحيم مش قادرين يتحركوا. ناس قد ايه كان قدامهم فرصه يروحوا الكنيسه على رجليهم دلوقتي مش قادرين يمشوا. ناس قد ايه كان قدامهم يقفوا ويصلوا دلوقتي ما بيقدروش يوقفوا، مش قادرين يمشوا. فكل فرصه انت فيها دلوقتي اعمل خزين لنفسك، انت مش عارف هيحصل ايه بكره. يعني انت احنا بنروح نحضر خرجات كتير يعني بسبب يعني لينا اصدقاء واحد يتوفى. عايزك تفكري كده وتبصي الناس بعد الخرجه اول حاجه بتعمل ايه؟ بيقعدوا يفكروا يقولوا ايه ده؟ ما فاضلش كتير، الواحد يبقى كويس ويصوم ويصلي ويروح الكنيسه ويتناول. وبعدها بساعه؟ بص بعدها باسبوع، يعني قول بعدها باسبوع لو الخرجه دي بتاعت حد يعني قريب قوي. انا عايز اقول لك حاجه، بصي على الناس طالعه من الخارجه دي. انا ببص على طول اول ما الواحد يطلع باب الكنيسه ويسلم على الناس هتلاقيه فتح التليفون وعمال يرد على المسج وعمال يشوف الشغل حصل ايه ويعمل كده. طب انا لو مكان الانسان اللي جوه ده كنت هعمل ايه؟ يعني مبقاش في اسبوع كمان يهب. ما بيلحقوش. وللاسف كل واحد بيبص يقول انا محصن. مش هيحصل مش انا دلوقتي، مش انا دلوقتي ده لسه بدري، ده انا لسه بدري، ده انا لسه صغير. دلوقتي احنا بنشوف مفيش صغير مفيش كبير مفيش اي حاجه. فحبيبي اللي بتسمع النهارده لو في حاجه عايز تصلحها قدامك فرصه كويسه صيام التوبه ده كله صلح، وصدقيني اللي عنده قليل ربنا هيبارك في القليل. واللي ما عندوش ربنا بيديله. ويعني اكتر حاجه بتضر وبتتعب ان الواحد فاكر ان الفلوس هتساعده ولا الفلوس هتسنده ولا الفلوس. اهو قصه حقيقيه ابونا جورجيوس عطله بتاع امريكا كاتبها في الكتاب بتاعه. فما بيجيبش من بره، قصص عائلات وبيحصل. عايزين نتعلم، الانسان الحكيم بيتعلم من اخطاء الاخرين. ما هو ده الناس اللي بتدرس. ما احنا بنعمل، ما احنا بنعرف كلمه ربنا ليه؟ عشان نتعلم نلحق نفوق لنفسنا. احسن يغلق الباب زي العذاره وخلاص الجاهلات يقول لهم ما يبقاش عندنا الفرصه، ما فيش ولا زيت. هي الفرصه دي هي، لان احنا عمالين نتكلم دلوقتي على يعني
فوتان المجال ان يبقى لسه قدامك فرصة. وبعدين الناس فعلا بتيجي في الاخر بتبقى فين ده، انا كان ممكن اعمل كذا وكذا وكذا ما عملتش، وانا ما عنديش فرصة دلوقتي او خلاص. ده احنا نشكر ربنا ان فرصة الميديا ان انت بتوصل لك كلمة ربنا في البيت في الايام بتاعتنا. أيوة عشان كنا نشوف القداس بتاع العيد كان بيبقى معجزة، كان بيبقى صعب قوي. معجزة. فنشكر ربنا ان كلمة ربنا بقت في كل حتة وفي منتهى السهولة. فما فيش انت بلا عذر ايها الانسان. أيوة. وعلى فكرة لما نطلع فوق هتلاقي حياتنا كده عاملة زي شريط. الواحد مش هيقدر يتكلم بس هيشوف عمل ايه في حياته. بقول لك يسد كل فهم. هتقولي ايه؟ خلاص بقى. كان في فرصه واحد كلمك هنا وخادم زارك هنا واب كاهن قال لك كده وفي واحد قال لك صالح اخوك ازاي انت متخاصم معاه وواحد قال لك انت ظلمت حد صالحه وكل الحاجات دي هتيجي قدامك. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم؟ ولا عربيه هتنفعك ولا بيت تستر هينفعك ولا اي حاجه هتنفعك. خلاص. كل اللي هينفعنا ازاي علاقتنا كانت مع ربنا ماشيه. فده الإصحاح الأولاني خلصناه. نبتدي الإصحاح الثاني. لو الإصحاح الأولاني كنا عملنا له اسم كنا هنسميه إصحاح التوبة. أي. الإصحاح الثاني بقى نسميه إصحاح العدل. ربنا بقى العادل هنا. ربنا حنين قوي لكن في وقت للعدل. ربنا كامل في حبه بس كامل في عدله برضه. أنا قلت لكم كتير جدا وحذرتكم كتير جدا بس هيجي الوقت بقى اللي إيه؟ هي كامل العدل دي اللي بنشوفها كده كلنا بنقول كان المفروض نتحرك من بدري وكان المفروض نعمل اللي هو سألنا عليه من الأول. هنشوف ربنا هيقول لهم ايه. الإصحاح الثاني هنبتدي من آية 1. بروح بيكمل بقى بعد عمال يحكي لهم القصة بتاعتكم انتوا ازاي هنا بقى في أورشليم، ايه اللي اتحرق، ايه اللي حصل. وقال لهم بقى كل ده بسبب خطاياكم. وقال لهم في آية 1 فأقام الرب. أيوة. صفحة 31. أيوة. فأقام الرب كلامه الذي تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين يقضون في إسرائيل وعلى ملوكنا ورؤساءنا وعلى رجال إسرائيل ويهوذا. يعني ربنا قال لك كلام هو لكم كلكم. إذا كنت أنت قاضي في مركز كلام ربنا هو واحد. إذا كنت أنت غفير في الشارع كلام ربنا واحد. إذا كنت أنت مالك في إسرائيل أو رئيس كلام ربنا وصيته واحدة على الناس كلها. ربنا ما عندوش محاباة، ما عندوش ده عشان ملك عامله مختلف ولا كل واحد هيتعامل الوصية على الناس كلها. جالبا علينا شر عظيما بحيث لم يحدث تحت السماء بأسرها مثل ما أحدثه في أورشليم على حسب ما كتب في شريعة موسى. ربنا حذرهم وقال لكم هجيب لكم شر ما حصلش زيه قبل كده من ساعة الخليقة لحد دلوقتي. وهنا بيقول لهم ايه؟ فأقام الرب كلامه الذي تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين يقضون في إسرائيل وعلى ملوكنا ورؤوسنا وعلى رجال إسرائيل. إسرائيل هنا اسم إسرائيل جه منين؟ إسرائيل ده الاسم اللي اتسمى بيه يعقوب لما سار مع الله. الآية بتقول إيه؟ وقال الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. فدعا اسمه إسرائيل ومعنى الاسم يجاهد مع الله أو يسارع مع الله. ربنا سماه إسرائيل يعني انت ابني البكر. انت صارعت مع رب انا غيرت اسمك من يعقوب لاسرائيل. والتاني بيقول لو انتوا حتى رجال اسرائيل ويهوذا ربنا هيعاقبكم. والتاني يهوذا ده السبط الملوكي السبط اللي جاي من السيد المسيح. يعني بيقول لهم لو انتوا كلكم من ابناء اسرائيل او حتى من السبط الملوكي اللي هو اهم سبط من الاسباط دي كلها في عقاب ليك. ما تقولش انا عشان بخدم في الكنيسه انا بروتكتد او انا خادم عندي شيل. ده ربنا بيقول من يعرف اكثر يطالب باكثر. ايه العقاب بقى؟ قال لهم حتى اكل بعضنا لحم ابنه والاخر لحم بنته. هي صعبه جدا. الخطيه بتخلي الانسان ما يهتمش حتى بابنه او بنته. وده اللي بالظبط لو نبص مع بعض مراسي ارميا 4:10 قال ايه؟ الأيادي النساء الحنائن أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن وصاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. احنا لسه بنقول دلوقتي الأمهات بتضحي بحياتها والست ضحت بعينها عشان ابنها. توصل الدرجة ان يموتوا أولادهم عشان هم يعيشوا.
الخطية بتعمل أكتر من كده، بتنسي الناس حتى الطبيعة البشرية، بتوصلهم لدرجة الحيوانات، مش بني آدمين تاني. نبص مع بعض، حصل برضو قبل كده في ملوك الثاني 6:24-31، وكان بعد ذلك إن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد في حصر السامرة. ابتدى جيش أرام حصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة، برضو هنلاقيها على الشاشة، وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائز على السور، صرخت امرأة إليه تقول: خلص يا سيد الملك. فقال: لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أمن البيدر أم من المعصرة؟ ثم قال لها الملك: مالك؟ فقالت: إن هذه المرأة قد قالت لي. نسمع بص حصل إيه بقى. هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. حاجة صعبة جدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هاتي ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده. وصلت الخطية أن يعملوا كده في أولادهم، حاجة صعبة جدا. لو نبص في سفر روميا برضو الخطية بتعمل إيه، روميا واحد نقراها لما نروح، روميا 1:28، شوفوا الخطية بتعمل إيه. بيقول الكتاب: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. وكنا من أسبوعين بيحتفلوا هنا باليوم اللي هم الناس اللي بيتجوزوا من ذا سيم سكس، ستات تتجوز ستات ورجاله تتجوز رجاله، وعايزين الحكومه تسمح لهم ان هم يتبنوا اولاد وحاجات رهيبه. ده الذهن الغير مرفوض. انت مش بتحس ان احنا كده ابتدينا نرجع للعصور دي تاني؟ ما هو بالظبط يعني ما... احنا كنا لسه بنتكلم برضو في الموضوع ده اليوم الاحد اللي فات وبنتكلم عن بالظبط اللي انت قريته ده دلوقتي، ده اللي احنا بنشوفه في سام لينكس على من بلاد بقى فيها برضو الحاجات دي بتبقى عادي وبقت صعبة قوي يعني. بس حسينا ان احنا بنتكلم بقى دلوقتي خلاص عن العهد القديم قوي يعني في اللي هو لما الانسان نفسه ما كانش لسه بدائي، كان بدائي، كان بدائي قوي وهمجي، بس احنا دلوقتي رحنا وبقينا خليقة جديدة وبعد كده رجعنا تاني يعني. ما هو ده اللي بيحصل، داعش والذبح وكل اللي احنا بنشاكله ده دلوقتي، ده اللي بيحصل. انا لسه متفرج على كان في حاجه نازله على الفيسبوك في افغانستان، عندهم زي بيزنس ازاي ولد يلبس واحده ست والرجاله يمشوا معاه او حاجه زي كده، وده عادي خالص عندهم، وجايبين ايات من الحاجات عندهم ان ده بيسمحوا بالحاجات دي والحاجات. وده بالظبط اصل هو اللي بيحصل ايه. اول حاجه ربنا خلقها ايه؟ ادم، وبعد كده جاب له النظير بتاعته مين؟ حواء. فاول حاجه ربنا خلقها مين؟ الاسره. صح؟ صح. فاللي عايز يهدم الاسره عشان يقول لربنا انت خلقت حاجه انا هدمتها لك، الشيطان. واي خطيه كانت بتحصل في العهد القديم الشيطان بيعمل الكربون بيعمله بس بطريقه ايه؟ انضف شويه او طريقه مودر. كان زمان مثلا هم اللي يقولوا دلوقتي انت مفيش عدل ومفيش انت مش فاهم أنا وانت مش متحضر لو فكرت غير كده للاسف. وبعدين الواحد بيبقى قاعد كده جست لا ما هو لازم ما هو بيقول لك حاجه، لما ربنا هيجي هل يجد الايمان على الارض؟ ما هو ده مش ده الكتاب قال كده؟ ما هو ده هل يجد الايمان على الارض؟ ما ده اللي بيحصل دلوقتي. يعني 10,000 واحد ماشيين في السيتي علشان ستات تتجوز ستات ورجالة تمشي مع رجالة. ده أنا شفت إنه بادي كمان الأهالي بتاعتهم ماشيين وبيقولوا عشان الأجيال اللي جاية كده ما حدش يتعبها ويزعلها، يخلوهم يمشوا بمزاجهم. إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ وعشان في حرية يحصل كده؟ ما عشان كده بيقول لك إيه؟ ربنا أسلمهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. لو تقري روميا واحد هتلاقي بالظبط ايام الرومان هو اللي بيحصل دلوقتي. أيه. بطريقه حديثه. بطريقه حديثه، وكمان عشان الميديا دلوقتي الشيطان صوته اعلى. ينشر كل ده. بس هو في حاجه ايهاب كويس انك بتتكلم فيها، لان احنا بنلاقي مثلا لما تيجي تتكلم على المواضيع دي وبتلاقي مع ناس يعني يقولوا لك ايوه انا مش مؤمن ده صح مثلا، بس في حريه.
ومفيش حد يقدر يقول ان مفيش حريه ان الناس دي تعمل اللي هم عايزينه. طيب انا اوكي انا موافقه، ماشي يعمل اللي هم عايزينه، بس انت ما تقصدنيش ان انا وافق على ده واقول لك ان ده صح، وان انا اقول لك ان انت اللي بتعمله ده مظبوط. ما هو بصي يعني فين الحرية الحريه؟ انا الحريه لما انت تيجي تقول لي انت لازم تقتنعي ان اللي قدامك ده مظبوط، طب انت كده يعني فرضت حريتك على حريتي انا. الحرية ان انت ما تأثرش على حرية الاخرين. بالظبط، بس انت حاسس كده دلوقتي؟ انا مش حاسس كده دلوقتي في دلوقتي. المدارس بيناقشوا الحاجات دي. طب اه ما انت كده ما بقتش حرية، انت كده بتفرض الحاجات بتفرض دي وبتقول بقى للولد فرض. ده بقت حاجة طبيعية، بالظبط، وده مش حاجة انا طبيعية. دي مشكلتي، انا دي مشكلتي، لان هو دلوقتي احنا لما نيجي نتكلم وتقول مثلا تلاقي ناس بتقوم بقى متحمسه قوي تقول دي حريات ولازم كل حد يوافق ان دي حريات، ما تفتكروش ان انتوا احسن من اي حد تاني. احنا مش احسن من اي حد تاني، بس احنا بنقول ان انا مش لازم تخصبني ان انا احس ان ده طبيعي او معقول او اللي انا ده لازم اتاقلم بيه. لا انا ما بوافقش على كده. ما طبعا اي حد يعرف ربنا او اي حد يقرا كتابه المقدس احنا لا نؤمن بالحاجات دي، وكل الحاجات دي اذا كانت بتحصل زي ما الكتاب قايل، اي لانهم الله لان الله اسلمهم الى ذهن مرفوض لفاعل الملك، ده لا يليق. ربنا لما خلق في الاول خلق ادم وحواء، يعني حتى هنا بيتريقوا وبيقولوا ربنا خلق ادم اند ايف نوت ادم اند ستيف، ستيف يعني حس، انا بتريق على العيال اي اللي هنا كده، حس يعني بتريق عليهم كده، اي يعني مش ده اللي احنا، مش ده الطبيعي، انتوا بتعملوا الغير طبيعي وعايزين تثبتوا انه طبيعي وبيحارب. بصي اي حاجه تمشي مع الانجيل هيحاربوها، أي. ما هو الشيطان صوته عالي والعالم وضع في الشرير ورئيس هذا العالم هو الشيطان، ف يعني فاهمه، ما هو بس ما ما بنتعلمش ما يعني، بنتعلمش. لما الحاجة مكتوبة اهي، مكتوبة اهي مين نفس اللي بيقرأ؟ بيحصل دلوقتي مكتوبة، ما المشكلة مين وبعدين نيجي بيقرأ؟ نشوفه ونقول يا نهار ابيض ده بيحصل بعد كم آلاف السنين نفس الحاجة بتحصل، ونفس الطريقة اللي بتحاولوا تقنعونا بيها دلوقتي ان ده طبيعي. لا ده مش طبيعي. من حقك تقولي رأيك. اه أنا وأنا بدرس في الفصل وبتيجي حاجة كده أنا بقول رأيي، بقوم يعني عارفة الواحد بيقول رأيه عشان ربنا هيحاسبه على كده، ولو حاجة مش عاجباني أنا بقول رأيي، ما هي حرية بقى، أنت بتقول رأيك أنا بقول رأيي. بس احنا مش بنقول يعني احنا ايه، اصل احنا ديننا برضو انسان خاطي انسان مش خاطي، احنا ما بنتدخلش في الخطيه بتاعته وما بنتدخلش ان هو يتوب او ما يتوبش، دي حاجه بترجع له لان هي دي حاجه بينه وبين ربنا. بس احنا اللي بنتكلم على ايه، بنتكلم على ان في حاجات دلوقتي في المجتمع بتاعنا مفروض علينا ان احنا نحاول لازم نؤمن بيها ان دي صح، ان you have to accept it. انا دي مشكلتي بقى، لا I'm not gonna فاحنا accept. we can't accept لا it. لما لا لا احنا كتابنا كده بيقول الحاجات دي مش مظبوطه وغلط وما تعملوهاش ومش صح وما تعلموش ولادكم كده، ليه آه. يبقى في force كده ان هو you have to لا accept it. ما هو بصي احنا في مجتمعات بيسموها مجتمعات مسيحيه، بس احنا ابتدينا نوصل للدرجه ان احنا في مجتمعات وصلنا لدرجه ان هم الناس اسيست، يعني بالظبط، بيبقوا اللي هم ما بيؤمنوش بإله، ما بإله فيش إله، خالص. إلههم الدولار وما عندهمش إله، بالظبط. يعني المجتمعات دي بيطلق عليها مجتمعات مسيحية، لكن مش عشان أنت بتروح في الكريسماس نص ساعة وتروح بالظبط. في الإيستر نص ساعة أقول إن أنت مسيحي. وبعدين خلي بالك بقى الحاجة، سوري بس لا يعني لازم اتفضلي أتكلم يس. في لا الموضوع لا ده مهم لأن أنا جدا. لا بتضايق المهم ليه؟ يس. أنا اللي بيضايقني يجي وقت كريسمس وبعدين يقولوا ما تحطوش شجر كريسمس وما تحطوش الستاتيوز بتاعت المسيح والعذراء وكده عشان بتضايق ناس. بتضايق ناس، طب اشمعنى الحاجات دي ما بتضايقناش؟ انا مش عارفه. طب انت ليه بتفرض عليا ان انا اؤمن بالحاجات دي اوكي، وان انا احترم مشاعر الناس الاخرين؟ لو انت مش محترم مشاعري على خالص فكرة مين أنا لما بقى؟ كنت في مصر الكريسماس اللي فات بقى حلو قوي. اتفرجت على ديكوريشن أكتر من بقى شفتها جميل هنا. جدا. يس ايوه انا أكتر كنت من متابعاه شفتها. في التي في، حتى بقول يعني برافو عليكم. جميل. دبي كانوا عاملين ديكوريشن أحسن من اللي إحنا بنشوفها، ولعلمك من حق الواحد يرسبكت كل حاجة بالظبط، زي ما أنت، بس ما تفرضش وما عليا رأي تفرضش أنا عليا. مش مقتنع بيه. بالظبط، بالذات في بلد تحس ان هي المفروض ان في يعني الحريات كلها وكل واحد لازم يعني يتقبل حرية الاخر، فانت مش حاسس ان انا يعني دلوقتي بتحس ان مضغوطين ان احنا نتقبل حاجات، وبعدين هم ما بيتقبلوش بس حاجة زي كريسمس، لا فانا ما حاسها حاجة مش طبيعية بصراحة يعني. بصي اقول لك حاجه، لازم تعرفي الذين يعيشون بالتقوى يضطهدون. كلام ربنا هو الامس واليوم والى الابد. ربنا لما بيقول الكلام ده ربنا عارف، وربنا عارف ان اولاد ربنا بيضطهدوا،
يعني أنا يمكن قلتها مش فاكر قريب، الشهيد هو اللي بيستشهد مرة واحدة. أيوه. انت عشان تعيشي كأولاد الله دلوقتي في البلاد دي المفتوحة بتستشهد كل يوم. أيوه. بتستشهد كل يوم. طيب احنا بقى دلوقتي هنقف فاصل، وتمسك بنا بتراث الكنيسة. احنا النهاردة الترتيلة بتاعت الفاصل دي الترتيلة بتاعت الاسبوع اللي فات برضو، اللي فيه كتير قوي كانت عجبتهم واحنا شخصيا عجبنا جدا، فنحب ان احنا نسمعها تاني النهاردة مع بعض وتقولوا لنا رأيكم فيها ايه. قلبي أنا أعطيك ومالي يا أول.
حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي. أعزائي المشاهدين نرجع لكم تاني وبنتكلم النهاردة على سفر باروخ. وقبل ما نكمل في سفر باروخ نحب نفكركم بالمسابقة بتاعت النهاردة، وياريت تكلمونا، محدش كلمنا لحد دلوقتي يعني غريبة. سؤال المسابقة بيقول أذكر معنا كل من الأسماء التالية: طوبيا، يهودات، باروخ، دانيال، وسليمان. فياريت لو تعرفوا معاني الأسامي دي تكلمونا علشان تقولولنا المعنى. والسؤال نقوله مرة تانية: ما معنى كل من الأسماء التالية: طوبيا، يهودات، باروخ، دانيال، سليمان؟ منتظرين مكالماتكم. ودلوقتي بنكمل في سفر باروخ. نيجي بعد كده اتكلمنا احنا ان ربنا قال لهم على العقاب وعقبهم وشوفوا الناس عملت ايه في أولادها. نيجي بعد كده على آية 4: وأخضعهم تحت أيدي جميع الممالك. يعني ربنا قال لكم هتبعد عن وصيتي هعمل ايه؟ بيحطهم تحت ممالك قوية. لما بيشوفوا العبودية والأسر بيبتدوا يفوقوا لنفسهم، طب احنا هنا ليه؟ يبقى احنا عمال نبتدي. زي مهم جدا ان الانسان يقعد مع نفسه ويشوف انا ماشي ازاي؟ انا عامل ايه؟ الطريق اللي انا ماشي فيها وصلني ولا هضيعني؟ الناس اللي انا معها دي هتوصلني ولا تضيعني؟ مهم جدا الواحد يقعد مع نفسه ويفضل يفكر هيعمل ايه. وأخضعهم تحت أيدي جميع الممالك التي حولنا، وجعلهم عارا ودهشا في جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم. فإذ هم في الانحطاط بدل الرفع، يعني احنا ولاد ربنا المفروض نبقى عاليين، بس بسبب خطيتنا انحطينا. واحنا رحنا الانحطاط ليه بدل الرفع؟ لأننا خطأنا إلى الرب غير سامعين لصوته. كلام واضح جدا. يعني سفر باروخ احنا بناخده يعني بديتيلز ليه او ايه لانه كلام صدقين لو تبص فيه احنا عايشينه دلوقتي. عايشينه دلوقتي حقيقي. للرب الهنا العدل، ولنا ولابنائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم. يعني اعمال ايه 4 و5 و6، نروح تاني عشان نشوف ربنا عايز يقول لنا على بعضها. واخضعهم تحت ايدي جميع الممالك التي حولنا، وجعلهم عارا ودهشا في جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم. كنت ولاد ملك، كنت أساتسة، كنت ولاد ربنا، بسبب الخطية انحطيته وبقى شكلكه الجميل اتوسخ. ما هو الابن الضال حصل له ايه؟ مش اتوسخ واتمرمط في البرية وجيه حافي وهدومه مقطعة، بس لما جيه أبوه احتضنه. فبيقول كده: أنا عايزكم تروحوا بس تجربوا بعيد عني، ولما تيجوا هضمكم تاني. فإذ هم في الانحطاط بدل الرفع، لأننا خطأنا إلى الرب غير سامعين لصوته. للرب إلهنا العدل، ولنا ولأبنائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم. ربنا بيقول لنا إيه؟ أنتوا قدامكم الوصايا، هتبعدوا عني، ده هيحصل لكم. أبونا لوقا سيداروس في كتاب أبرار معاصرين كاتب بيقول إيه؟ جات لي خادمة بتقول لي جارتي إنسانة غير مسيحية، وفي أيامها الأخيرة يا أبونا عايزاك تزورها، عشان أبونا بشوي كامل برضو في لي جزء في القصة دي فقلنا نقولها. يا أبونا عايزاك تزورها، فقال لها: يا بنتي أنا مشغول جدا والست غير مسيحية، فيعني لو في وقت هزورها. فات أسبوع، الست قابلته الخادمة تاني: يا ابونا ارجوك الست بتسال عليك. قال لها: يا بنتي هتعرفني؟ قالت له: ايوه يا ابونا. قال لها: طب لو عايزاني ازورها لجيل جوزها ما جاش؟ قالت لي: جوزها بيسافر في المحله وبعيد،
لكن هو الراجل ما منعش لما هي سألت على قدسك. قال لها طيب. قالت له تيجي معايا يا ابونا؟ قال لها هاجي معاكي بكره. قالت له حاضر. رحنا نزورها، كان هي معاها مفتاح الشقه عشان الست على الفراش وفي ايامها الاخيره، وكان معاها المفتاح ففتحت الباب. بيقول دخلنا البيت ريحه قذره جدا، مش قادرين نستحمل من الريحه. رحنا نشوف الست، الست في الخمسينات وشكلها يعني جميل بالنسبه انها واحده بتموت. وبعد كده ريحه الاوضه قاسيه جدا. فهقول لها ايه؟ قعدت اكلمها يعني في امراض بركات المرض، اكلمها على ايوب، واتكلمت في حاجات كده. الست عماله تسمعني وعينيها عماله تسح بالدموع. اول ما خلصت كلام قالت للخادمه اللي معاها دي وبنتها، ممكن تخرجوا وتسيبوني 5 دقايق مع ابونا؟ قالوا لها اه. خرجوا من هنا، وبيقول الست انفجرت في العياط. انا ما شفتش واحد بينحصر كده من كتر العياط. وقالت له يا ابونا انا مسيحيه، انا اخت دكتور فلان. بيقول دكتور فلان انا كنت اعرفه شخصيا. قالت له ابونا من 30 سنه ابويا اتجوزني لواحد لبناني كان عنده 40 سنه وكان عنده 16 سنه. طبعا ما حصلش تكافؤ، سبت له البيت وهربت. رحت اصدقاء السوق جوزوني للراجل اللي انا عايش معاه اللي هو غير مسيحي دلوقتي، وخلفت ولدين عمدتهم سرا وكبرتهم وعلمتهم الايمان، وهو ما في امريكا دلوقتي سفرتهم. بقالي 30 سنه لم يغب شخص المسيح عن وجهي. وعقاب ربنا ليا ان انا انكرته، جالها كانسر وعملوا لها بالاشعه، الاشعه حرقت الجلد والجلد عمل تقيحات والريحه الكريهه دي طالعه من جسمها. قالت له يا ابونا انا بنتن وانا عايشه بسبب خطيتي، بموت وانا حيه، يا ويلي ويا شقاوتي، ربنا عمل كيف ولما هطلع هيعمل فيها ايه؟ واحده زي يا ابونا ليها توبه. ابونا بيقول لقيت قصه توبه عظيمه. قلت لها ربنا لاخر لحظه في حياتك مستني توبتك، ربنا اللي جاب اللي انقذ الابن الضال هينقذك، وربنا اللي غفر لموسى الاسود يغفر لك. وقعدت اكلمها بكلام التوبه. قالت له طب يا ابونا انا متاكده كل كلمه انت قلتها انا مصدقاها، بس عايزك تدي لي التحليل. اداها التحليل. قلت له ممكن اطلب منك طلب تاني؟ قال ايه؟ تديني جسد الرب ودمه اللي انا اتحرمت منه طول 30 سنه. قال لها حاضر. بيقول جريت لقيت ابونا بشوي في الكنيسه، ابونا بشوي كامل. حكيت له القصه واللي انا وعدت الست بيه. قال له قرات يا ابونا، بس اقف نصلي ربنا يمد في عمرها لحد بكره. بيقول عملت قداس بدري مخصوص ليها، وجبت الخادمه وبنتها دول في القداس، وخدت المناوله معايا، والست الخادمه 50 سؤال في دماغها وعايزه تسالني. فتحت الباب ودخلت الاوضه وبناولها. بيقول ما شفتش واحده فرحانه بالتناول زي كده. اول ما شافت جسد الرب ودمه باعلى صوتها مبارك الاتي باسم الرب، وشها نور واتبسطت. صليت لها التحليل. بيقولوا ماشي في الشارع بعد ساعتين لقيتها انتقلت. عاملين صوان وعاملين ياخدوا في عزا جوزها راجل معروف، وقال دع الموتى يدفنون موتاهم بس انت بشر بملكوت السماوات. واحده عارفه الوصايا، عارفه ربنا، عارفه كل حاجه، تنكر الايمان. طب هتتوقع ايه؟ تقول له يا ابونا انا بنت وانا حيه. فربنا قال لهم كده غير سامعين لصوته للرب الهنا العدل، ولنا ولا ابنائنا خزي الوجوه. آية 7. لان الرب تكلم علينا بجميع هذا الشر الذي حل بينا. مش ربنا قال لنا لو عملتوا كده يحصل عليكم الشر ده؟ ونحن لم نستعطف وجه الرب، تائبين كل واحد عن افكار قلبه الشريره. افكار القلب الشريره دي ايه؟ الفكر بيجي من العقل والقلب بيطلع منه المشاعر. يعني العقل والقلب اتحدوا مع بعض بسبب الخطيه عشان يخطئوا. يعني ساعات المشاعر بتبتدي لوحدها، الحب والمشاعر كل حاجه المشاعر. طب العقل يفكر؟ لا، ده بيقول افكار قلبه الشريره. فسهر الرب على الشر. كلمة صعبة جدا ومهم جدا.
طول عمرنا بنسمع ربنا بيسهر علشان ينقذ الناس، ربنا بيسهر عشان ياخد باله من الناس، ربنا بيسهر عشان يحرس الناس. بسبب خطية الإنسان فسهر الرب على الشر، وجلب الرب علينا، لأن الرب عادل في جميع أعماله التي أوصانا بها، فلم نسمع لصوته لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا. نقراها تاني كده مع بعض عشان آية جميلة. أو لأن الرب تكلم علينا، من أول آية 7، لأن الرب تكلم علينا بجميع هذا الشر الذي حل بينا، ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين كل واحد عن أفكار قلبه الشرير. فسهر الرب على الشر وجلب الرب علينا، لأن الرب عادل في جميع أعماله التي أوصانا بها، فلم نسمع لصوته لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا. في وضوح أكتر من كده؟ مفيش وضوح أكتر من كده. ربنا قال لنا هتمشوا معايا ارجعوا إلي هرجع عليكم، هتتشاؤوا تبعدوا عني تنكروني هتطلبوا إيه مني؟ آية 11، فالآن أيها الرب إله إسرائيل الذي أخرج شعبه من أرض مصر بيد قديرة وبآيات ومعجزات وقوة عظيمة وزراعة مبسوطة، وأقام له اسما كما في هذا اليوم، إنا خطأنا ونافقنا وأثمنا أيها الرب إلهنا في جميع رسومك. يا رب لينصرف غضبك عنا، فقد بقينا نفر قليلا في الأمم الذين شتتنا بينها. يعني يا رب الخطية، في هنا نوع اسمه الخطية والإثم. الخطية اللي هي واحد بيخطأ ممكن تكون بدون قصد. الاسم ان الواحد بيعمل خطية مع سبق الإصرار والترصد. يعني واحد بلان ومركز وعامل. زي الواحد اللي بيموت من غير قصد، ده بيسموه مانسلوتر يعني، والميردر الديفرنت بينهم يعني. فقالوا كده، اننا اخطأنا ونفقنا واثمنا ايها الرب الهنا في جميع رسومك، لينصرف غضبك عنا، فقد بقينا نفر قليلا في الامم الذين شتتنا بينهم. بسبب خطيتنا، بدال انت عارفة ان البركة بتزود العدد، الخطية بقى عددنا قليل جدا في البلاد اللي احنا اتنفينا ليها ورحنا الجلاء فيها. كان في عيلة من العائلات، عيلة مسيحية، يا دوبك بتهتم جدا بالشغل، بتهتم جدا بالفلوس، لكن تربية العيال ما فيش. عرفوا ان ابنهم يعرف واحدة غير مسيحية، قالوا دي ناس وهيمشي. للأسف تطورت العلاقة وتطورت العلاقة وتطورت لحد ما وقع معها في الخطية. قالت له لازم تتجوزني، ابتدى يتقدم لها واتجوزها، عشان يتجوزها لازم ينكر دينه. طبعا مش هيقدر يعيش في مصر، سافر الدول العربية هو ومراته عشان يعيشوا هناك. بسبب الخطية ربنا ما ادالهمش أولاد. ما جالهمش أولاد، ابتدى حس إن مش الموضوع بس إن هو واحدة اتجوزها، حس ثقافة مختلفة، دين مختلف، عادات مختلفة، حاجات مختلفة. كان ليه صديق في الجامعة كان بيقول له دايما ابعد ابعد ابعد، كان يتريق عليه زي ما كنا بنتكلم ده، بيتريق على الناس اللي ماشيه عربيه، يتريق عليه. ما قدرش يكمل معاها، سابها، خاف يرجع مصر، عايش في الدول العربيه وساب الدين ده كمان، بقى ما عندوش دين. لحد ما في يوم من الايام ربنا يبعت له صاحبه القديم اللي اسمه مينا ده، يروح في بعثه في الدول العربيه يعمل شغلانه، وكان هيرجع تاني. فقابل صاحبه قال له انت فين، اخبارك ايه؟ حكى له كل اللي حصل، وبرده ساله ينفع ارجع تاني؟ قال له طبعا ينفع. كلم اب اعترافه ان الولد ده، بيقول اب اعترافه كان برضه بيصلي له ومش ناسيه ويذكره، عن اب اعترافه فرح جدا. قال له ارجع مصر. رجع مصر بعيد عن الناس دي، محدش يعرف عنه حاجه. كبر في السن، مش محتاج يشتغل، كان عمل فلوس كويس وكان بيتبرع بفلوس كتير قوي. قال مش عايز يشتغل، وبعد عن كل الناس دي كلها. وابتدى ابونا يديله تدريبات، وابتدى ابونا يرجعه الايمان، ورجع الايمان، وبعد كده ابونا سمح له بالتناول. وابتدى لقى عنده وقت، فقال له ينفع اخدم يا ابونا؟ قال له طبعا ينفع تخدم. ابونا وداه حتت من حتت العشوائيات، ابتدى يحس بالناس البسط ازاي بتحب ربنا وتضحي بحياتها زي ما شفنا من اجل ربنا، وازاي انا كنت مرفه وعايش هناك. ابتدى يتاثر جدا وابتدى يخدم، لدرجه انه اشترى بيت في وسط العشوائيات يقعد معاهم ويخدمهم. وابتدى في الاخر كانوا عايزين يرشحوا يبقى كاهن، قال لهم ده نشكر ربنا ان ربنا ستر عليا وسمح لي بس ان انا اخدم اسمه.
وصلوا لي ربنا يستر علي لحد ما كمل. بتجرب الماء المالحة وبتجرب العالم وبتكون ابن الملك وبعد كده بتروح تبهدل نفسك في الشارع. ليه؟ مش ده ربنا قال لك كده؟ يبقى توقع اللي هيحصل تاني. آية 14 وابتدى يقولوا له بقى ايه في آية 14؟ اسمع يا رب صلاتنا وتضرعنا وانقذنا لأجلك وأنلنا حظوة أمام وجوه الذين أجلونا لكي تعرف الأرض بأسرها إنك أنت الرب إلى هنا وإنه باسمك دعي إسرائيل وعشرة. اسمع يا رب عمين تصلي يا رب ونتضرع دلوقتي ليك يا رب وانقذنا يا رب لأجلك وإلنا حظوة أمام وجوه الذين أجلونا. وري للناس دي يا رب ان احنا اولادك. وري للناس يا رب اللي احنا عايشين في وسطهم ازاي انت ابونا وبتاخد بالك مننا. لكي تعرف كل الارض انك انت الرب الهنا وانه باسمك دعي اسرائيل وعشره. نروح عند ايه 16 وتبتدي بقى باروخ يلعب بالالفاظ الجميله اللي عايز يجذب انتباه ربنا. بيقول له ايه؟ ايها الرب آية 16 التفت من بين قدسك. يعني اكن ربنا مش شايف، لا هو عايز يجذب الانتباه. ايها الرب التفت من بين قدسك وانظر الينا. التفت وانظر. وامل ايها الرب اذنك. وامل كلها افعال تخلي ربنا ايه؟ يبص علينا. وامل اذنك واستجب. افتح عينك وانظر. فإنه ليس الأموات في الجحيم الذين أخذت أرواحهم عن أحشائهم يعترفون للرب بالمجد والعدل. انقذنا يا رب قبل ما نموت ونروح الجحيم. احنا عارفين الناس كلها في العالم دي كانت بتروح الجحيم. انقذنا يا رب قبل ما نموت ونروح الجحيم عشان الناس اللي في الجحيم الميتين مش يقدروا يا رب يسبحوك ويقدروا يبقوا أولادك. حياتهم انتهت خلاص، أغلق الباب. لكن الروح الكئيب من الشدة والذي يمشي منحنيا ضعيفا والعيون الكليلة والنفس الجائعة هم يعترفون لك بالمجد والعدل. يا رب الإنسان يا رب اللي هو الكئيب، اللي هو الإنسان المتذلل، إنسان المتواضع، والذي يمشي منحنيا. منحنيا المتواضع والكئيب اللي هو يعني الإنسان يعني شايف خطاياه قدامه. ابتدينا بقى يا رب احنا فوق لنفسنا، ابتدينا شايفين خطايانا، ابتدت بقى الكآبة الروحية ان احنا مش قادرين نفرح بسبب خطايتنا. ابتدينا نمشي منحنيين. المشي منحني هو الانسان المتذلل. العين الكليلة من كتر الدموع. وبعد كده النفس الجائعة، النفس الصائمة. يا رب كل ده يا رب يعني انقذنا قبل ما نروح الجحيم، عشان لو رحنا الجحيم مفيش امل. يا رب احنا كنا في فرصة، يا رب احنا كنا في المجد، يا رب احنا قدامنا فرص ونرفضها برجلينا. يا رب ايه اللي بيحصل ده؟ مره من المرات واحد كان متجوز 20 سنه، وبعد كده حصل ايه؟ جه لمراته وبعد كده قال لها بصي انا بقالي 20 سنه متجوز، انا مش قادر اكمل اكتر من كده. انا هسيب لك فلوس كفايه انت والاولاد، وانا مش قادر اكمل. انا ضيعت وقت كتير قوي معاك ومش قادر اكمل. فبصيت له الست، هي كانت عارفه ان هو بين فتره طويله ماشي مع واحده تاني وطول النهار بره، فما قالتش حاجه وسكتت. قالت له بس عايزه طلب منك. قال لها ايه؟ قالت له الشهر، عايزه منك شهر تيجي تتغدى معانا كل يوم. قال لها ما انا كده همشي. قالت له اكنها مكافأة نهاية الخدمة، وبعد ما نتغدى تشيلني وتدخلني الأوضة. الراجل قال لها ايه الطلب الغريب ده؟ قالت لي انا عمره ما طلبت منك حاجة، اكنها اخر طلب ليه. فقال اهو شهر ويعدي. تاني يوم جه البيت، جه على الغدا، فلقى الاولاد منظمين جدا، جايبين الاطباق، بيحطوا الاطباق في مكانها، الست عامله الاكل، الاولاد لابسين كويس، طلعوا من الاوضه اتغدوا وداخلين يذاكروا. قاعد هو بيشوف اللي بيحصل، ما بيجيش بقى له فتره مش في البيت. قعدت ساعه تغسل المواعين، وبعد كده جه الدور ابتدى يشيلها، وهو بيشيلها لقى في بعض الشعر الابيض ما كانش واخد باله طبعا، شالها وحطها ونزل على طول. تاني يوم
ثالث يوم بعد اسبوع حس ان هو عايز يقعد اكتر مع الاولاد، فابتدى يقعد اكتر. بعد ما دخلها ابتدى يجيب كتاب ويقرا ومبسوط في البيت. بعدها باسبوعين ثلاثه اتصل بالست الثانيه قال لها بصي بقى انا لازم اقعد في البيت اكتر من كده، انا مش هقدر اجي تاني. وابتدى يلاقي لاحظ ان البيت متوضب والبيت مترتب، ولاحظ ان كل حاجه متوضبه، ولاحظ العيال شاطرين في المدرسه، كانش واخد باله من كل الحاجات دي. لقاها بتاخد دواء مره من المرات، فقال لها دواء ايه ده؟ قالت له ده صداع. وهو بيشيلها كل مره حاسس ان هي خفيفه، وبعد كده حاسس انها بتاخد ادويه. اخر يومين في الشهر وهو قال لها بص هاخد اجازه اقعد معاكم، انا بقالي كتير وحشني، لقى في جواب جالها. فالجواب ده بيفتحه، كانت هي نايمه، ففتح الجواب بيبص لقى جواب من المستشفى يقول لها الدكتور الاجنبي اللي هيعمل لك العمليه هيرجع بعد يومين، انت ما ردتيش علينا هتيجي ولا لا؟ فرفع التليفون واتصل بالمستشفى قال لهم هو في ايه؟ قالوا له مراتك عندها كانسر، والدكتور ده الوحيد اللي هينقذها، ونسبه نجاحه عاليه جدا لو الدكتور ده عملها، لكن لو سافر واي حد تاني عمل لها العمليه النسبه بسيطه قوي، وعايزين تكونفيرم هتيجي ولا لا؟ قال لهم انا هكونفيرم وهي هتيجي. ودخل صحاها قال لها ازاي انت ما قلتليش؟ ده الدكتور ده في الشهر اللي انت طالبه مني بس ان اتغدى معاك واقعد معاك فيه وما اهتمتيش بنفسك. قالت له كان ينفع ايه لو انت انا اتشافيت وبقيت كويسه وخسرتك؟ انت كنت وحشني جدا، كنت عايز اقعد الشهر الاخير ده معاك. قال لها انت لازم تعملي العمليه، وراح معاها وعمل العمليه. وابتدى حياته كلها اتغيرت. ابتدى يرجع بيته، ياخد باله من مراته واولاده. ففي حاجات كتير جدا في حياتنا وقدامنا ما بنعرفش قيمتها. ما بنعرفش قيمتها لما تروح مننا. فقال له ايه؟ قال لها خلاص كل اللي فات ده مش هيحصل تاني. وابتدى يقعد في البيت وياخد باله من بيته واولاده. فلما بتروح البيت بتلاقي بيتك متوضب، وتلاقي اولادك كويسين، وتلاقي الاكل موجود، في حد ورا كل الحاجات دي. ويا ريت بيعجب في الاخر، بنلاقي شكاوى، بنشوف حاجات كتير قوي، بنشوف حاجات كتير قوي. فبعد كده هنخش على ايه؟ ايه 19. فان لا لاجل بر ابائنا وملوكنا نلقي تضرعنا امامك ايها الرب الهنا. يا رب يعني بسبب ابائنا عايزين نقول لك يعني احنا بنتواضع اكتر قدامك. بل لأنك أرسلت سخطك وغضبك علينا كما تكلمت على ألسنة عبيدك الأنبياء. يا رب الأنبياء جم والأنبياء برضو حذرونا. هكذا قال الرب احنوا مناكبكم وتعبتوا لملك بابل. أنا قلت لكم روحوا الملك بابل، اقعدوا فترة الجلاء أو السبي، هتتعلموا وترجعوا لنفسكم وتتعلموا الدرس، والأجيال اللي بعد كده تتعلم منكم. وتعبدوا لملك بابل فتسكنوا في الأرض التي أعطيتها لأبائكم، وإن لم تسمعوا لصوت الرب بل تتعبدوا لملك بابل، هيقول لهم بعد كده فإني آية 23 فإني أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العروس وصوت العروس. ما سمعتوش كلامي أنا هعمل لكم في أورشليم إيه؟ البلد اللي أنتم مبسوطين بها جداً، انا همنع من عندكم صوت الطرب، يعني صوت الاغاني والفرح، يعني مش هيكون في افراح، في مآتم عندكم، يعني في الناس، يعني بدل الفرح اللي انتوا عايشين بيه هيبقى حزن. صوت العروس وصوت العروسة، يعني مفيش ناس هتتجوز، يعني مفيش حياة هيبقى في البلد بسبب خطيتكم، بسبب ان انتوا ممشيتوش في الوصايا بتاعتي. فآية 24 بتقول ايه؟ فلم نسمع لصوتك بأن نتعبد لملك بابل. انت يا رب طلبت مننا نتعبد لملك بابل، يعني مش نتعبد يبقى هو الاله، لا، ان احنا نمشي وناخد الصليب بتاعنا بفرح. فاقمت كلامك الذي تكلمت به على ألسنة عبيدك الانبياء ان تخرج عظام ملوكنا وعظام ابائنا من مواضعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الواحد، عارفه انت الواحد المتوفي لما بياخدوا العظام من التربه وينشروها في الجو بره كده في الشارع، اسمها مهانه للميت، بيقولوا اكرام الميت دفنه. فاحنا بسبب خطيتنا حتى مش احنا بس اتهنا واحنا بس اتبهدلنا في السبي، ده اهالينا كمان المتوفيه اتهانوا ان هم عرضوا العظم بتاعهم
في الجلاء كده وفي الشوارع. وها إنها مطروحة لحر النهار وقرص الليل، وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد. وجعلت البيت الذي دعي باسمك كما في هذا اليوم لأجل شر آل إسرائيل وآل يهوذا. يعني إيه هنا؟ آية 24 نقراها تاني ونشوف برضو عايزين نقول إيه. فلم نسمع لصوتك يا رب بأن نتعبد لملك بابل. لما أنت يا رب بعتنا لبابل قلت لنا هتاخدوا العقاب الوقت ده، هتاخدوا العقاب الوقت ده، وبعد كده بعد ما تاخدوا العقاب هترجعوا تاني، بس بعد ما ترجعوا تكونوا تعلمتوا الدرس. تكلمت به على ألسنة عبيدك الأنبياء أن تخرج عظام ملوكنا وعظام أبائنا من مواضعها، وها إنها مطروحة لحر النهار وقرص الليل، وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد. وجعلت البيت الذي دعي باسمك كما في هذا اليوم لأجل شر إسرائيل وقلبي. يعني بعد ما كان البيت ده اللي فيه اسمك يا رب وبنمجدك فيه، بقى البيت ده فيه شر إسرائيل وشر يهوذا. حضرتك دلوقتي مكالمة من ريم من ملبورن. هلو الو الو، يعطيك العافية. الو، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نشكر الله، نشكركم على البرنامج الحلو والأخ إيهاب وحضرتك على هالبرنامج اللي منستناه كل أسبوع. والله نشكر حضرتك على متابعتك. الله يسعدك. أنا كتبت السؤال، أخذت 3 أسامي، ما لحقت آخر 2. بدي أجاوبك على أول 3 وبعدين أخذ آخر 2. تفضلي. في دانيال اسم عبري معناه الله معنا، الله قضى. سوري. صح. أيوه. الطوبية الفلسفة والتصوف means كل فكرة أو نظرة أو نظرية تسعى إلى المثل الأعلى. سوري، كل نظر للمثل الأعلى؟ كل فكرة، كل فكرة للمثل الأعلى. اللي بعده يهودات means يهودية مسبحة. صح. أي. بروح. بس ما لحقت في بعد في اسمين ما لحقتهم، بدي اخذهم عشان اطول ايش معناهم. بروخ، احنا بروخ قلنا الاسبوع اللي فات. وسليمان. بروخ او سليمان. انا البروخ ما شفت. بحاول اشوف ايش معانيهم برجع بحاكيكم، الا اذا كانوا هذول غلط ما برجع بحكي. هي هو يهودت صح حضرتك، بس توبيا مش صح. اوكي، I'll try again with Tobia. ان في عندك بروخ ان سليمان، بس احنا ناقص حوالي 3 دقائق. تحب نخليها الاسبوع الجاي؟ ممكن لو محدش حلها. نخليها الاسبوع الجاي. فعندك وقت شويه تدوري عليه. مش مشكله، الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله نتكلم الاسبوع الجاي. ميرسي خالص، يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. نحب نفكركم اعزائي المشاهدين ان احنا ان شاء الله هنبقى موجودين الاسبوع الجاي ان شاء الله. الشهر ده الدفع خلاص من للساتلايت فايتس كونفيرمد، بس من اول الشهر الجاي بقى هتبتدي برضو نفس المشكله تاني. فبنفكركم من بدري علشان بصراحه انتوا السبب اللي احنا لسه موجودين. ومن الشهر من جون بنحاول يبقى فيه مور برودكشنز ويبقى فيه برامج جديده وكتيره، يعني مش كتيره بس اكتر شويه من دلوقتي. فمشاركتكم معانا بجد بتفرق جامد. فبنحب نفكركم، ودايما الديتيلز بتاعه البنك ديتيلز وكده بتلاقوها دايما في البرنامج في البار اللي تحت. فياريت نفكركم ونشجعكم انكم تشاركونا. وكان في حاجه ثانيه عايزين نقولها. ايه؟ لا، المسابقه نسيبها للاسبوع الجاي. احنا معلش هنقف في ايه 27، الوقت فات بسرعه قوي. مش مهم ان احنا نخلص بسرعه، المهم ان احنا نستفاد. يعني دي دراسه سفر باروخ من اروع الاسفار الصراحه اللي في الاسفار القناه الثانيه، ومتهيألي برضو مش كتير اللي هتلاقوا اتكلموا فيه. ففرصة حلوة ان احنا نقدر نشرحه بالتفصيل. وزي ما قلنا السفر موجود بالكامل على الويب سايت ihabwahib.com، واللي يحب الكتاب نسخة منه هنا في استراليا ممكن نبعته له بالدليفري، ما فيش مشاكل. واللي عايز ممكن التسجيلات دي كلها موجودة وهتنزل يوتيوب مخصوص لبرنامج بالمناسبة. عايزينكم ما تنسوناش في صلواتنا.
بصلواتكم، واحنا زي ما احنا بنصلي لكم. اوكي طيب احنا عندنا مكالمه سريعه جدا ممكن ناخدها بسرعه. اتفضل معانا نبيل. مش معانا. الو الو مدام ياسمين مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ انا نبيل مورجان في سيدني. ازاي حضرتك؟ اقول المسابقه وحياتك. اتفضل يا ريت. توبيا معناها الله طيب، يهودت مسبحه، باروخ معناه مبارك. ايوه. دانيال معناه الله قضى، سليمان معناه رجل سلام. ايه رايك؟ حلو قوي. بس يهودت ماشي، نعديها لك. يهودت يعني يهوديه، ما هي يهوديه. يهوديه صح. خلاص. باروخ حضرتك مبارك. ودانيال معناه الله قضى، الله يقضي. صح رجل سلام. صح كده. وحضرتك تسيب الاسم وتسيب العنوان، ونبعت لك انجيل هديه من البرنامج بالشواهد، عهد قديم وعهد جديد. ثانك يو والف مبروك. انا في اخر دقيقه يعني آخر في الوقت الضايع. ميرسي خالص. اعزائي المشاهدين، ليتنا لا ننسى اننا اولاد الملك، فليكن الملك فليملك الملك قلبنا، ولا تكن اعمالنا مرآته. ونشكرك يا إيهاب كتير خالص، وان شاء الله نقابلكم ونشوفكم تاني الاسبوع اللي جاي مع سفر الباروخ. واذكروا مع صلاحكم.